من بعد ما تابعنا مقتطفات من المعرض يلي صار أمس لسجن النساء وسجن عدرا المركزي أيضا ضمن يمكن فكرة جديدة وخطة جديدة، رح نحكي أكثر عنها اليوم وعن هاي التجربة الثقافية المجتمعية المهمة مع السيدة لبنى مرتضى من مجموعة رسائل سورية يلي بتمثل المجتمع الأهلي ويلي ساهمت بالفكرة وتنفيذها ضمن سجن دمشق المركزي وسجن النساء أيضا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباح الخير سوريا. يسعد صباحك عن جديد. يعني كنا عم نحكي عن رسائل سورية، حبينا نسلط الضوء شوي عليها تحكي لنا عن هي الفكرة وكيف اجتكم الفكرة لمعرض للنزلاء والنزيلات بالسجن، خاصة انه يمكن بسوريا هذا اول معرض لهم. هلا فيني اضيف لك انه بنعتبر هاي الفكره هي الاولى بالوطن العربي اذا لم تكن في العالم. والفكره اتت من مبدا بناء الانسان، بناء الانسان يبدا بكل معاني. فهي الفكره نحن طرحناها في ايادي بيضاء دائما تساهم معك لبناء الفكره اللي انت بتكون هي عم تدور براسك. من هي الايادي البيضاء في عنا كان سياده اللواء محمد حسن العلي مدير اداره التوجيه المعنوي بوزاره الداخليه. لمجرد طرحنا عليه الفكره فهو هيئ الظروف المناسبه لدخولنا للسجن ومقابلة السجناء، ونحن كمان بدورنا طرحنا الفكرة على السجناء إن كان في سجن النساء أو في سجن عدرا المركزي، فلقينا قبول كبير من قبلهم، وبالعكس إن كتير ساعدونا لبناء هاي الفعاليات وإقامتها. طبعا هاي الفعاليات هي سلسلة لإقامة فعاليات أخرى. برافو. هلأ نحن في عنا مذكرة التفاهم اللي قامت بين وزارتين الثقافة والداخلية. شجعنا كمان الأستاذ بسام ديوب وقام بكثير اعمال داخل هاي السجون، من خلالها هي فتح مركزين ثقافيين في سجن عدرا للرجال وفي سجن النساء ايضا، ودعم مكتبه السجنين ايضا بمجموعه كتب كبيره، لان كما قلنا من بدايه الحلقه ان دعم الانسان يكون فكريا، وهي الدعم بيكون لنهوض بهذا المجتمع المغفل تقريبا داخل السجون لبنائه ليكون مجهز نفسيا وفكريا ليعيش خارج نطاق القضبان حياة طبيعية مستقلة متزنة نوعا ما. يعني فكرة جديدة غريبة مهمة جدا جدا جدا، يعني خطوة كتير مهمة، ومثل ما ذكرتي هي خطوة أولى لفتح سلسلة من الاهتمامات الثقافية يلي في رسائل من وراها. نعم. كتير مهمة. خلينا لبنى لكن نحكي عن كواليس التعامل مع السجناء من طرح الفكرة ومن أخذ الموافقة لدخولك أنت والجروب يلي معك إلى. نعم. السجن لعرض الفكرة على السجينات والسجناء أيضا. نعم. خلينا كيف تفاعلوا، كيف ضلوا وقت لحتى قدموا لك او شفتي شيء جاهز؟ بدايه الموضوع كان نحن بالنسبه لنا تلقينا وتواجدنا داخل هاي السجون، يعني انت بتعرفي انه السجون ما كل الناس بتروح بتزورها. اول شيء نحن وقت فتنا على السجون طبعا نحن لم نجد هناك اي شيء يشبه السجن ابدا، واللي هي مدينه متكامله وخليه نحل. دخلنا على هاي السجون بحالة من الدهشة نوعا ما، انه نحن حابين نشوف هذا العالم الغريب نكتشفه. بتسهيلات من إدارة السجون طبعا المتمثلة بسيادة العميد عبدو كرم مدير إدارة سجون الرجال، وسيادة العقيد رعد سلامة مدير إدارة كمان سجن النساء، جلسنا مع هؤلاء السجناء وقمنا بعد الريبورتاجات معهم، تحدثنا معهم عن كيفية حياتهم داخل هاي السجون حتى نعرف كيف نحن حنبدأ معهم لهدول. طبعا التجاوب كان أكثر من عادي، يعني هن عندهم طاقات كامنة محتاجة بس انه الواحد يجي ياخذ بايده يعطيها ضوء. يعني كان عندهم مواهب، كنتوا عم تشوفوا حدا مثلا عم بخيط عم بيعمل شيء؟ تماما. الخياطة، مسرح، غناء، عزف موسيقى، شعر،
قصة، هن بس بحاجة لمين يجي ياخد بإيدهم ويظهرهم ويطلعهم لبرا، هي الطاقات الكامنة بأنه يسخرها بالطريق الصحيح. طبعا داخل هاي السجون بالتعاون مع وزارة الثقافة حيكون في كتير أشياء أخرى حتقام داخل هاي السجون، مثل ما تحدثت سابقا هي إقامة المراكز الثقافية كانت كمرحلة أولى، حيكون في عنا كمان مراكز لمحو الأمية، تعليم كمبيوتر، كمان دراسات عليا ما بعد محو الأمية، يعني لحتى هن نهيئهم نفسيا لعملك لحتى دخولهم للمجتمع بطريقة صحيحة. يعني هو صارت السجون هي طريقة للإصلاح وليست للعقاب، يعني احنا ما هدول السجناء ما هم موجودين للعقاب، لا بالعكس، لحتى هن يقوموا بالإصلاح النفسي والفكري وحتى الجسدي الداخلي لحتى يكونوا هن ناس مؤهلين اجتماعيا يعيشوا بهذا المجتمع. هل في أنشطة مستقبلية حتى ترجعوا تكرروا مع الجرحى، إن كان معارض أو أفكار أخرى؟ وشو بتقولي لكل العالم عن هذا المكان يلي يمكن غريب مثل ما قلتي بالبداية عن كل الناس، لكن أنت فتي وشفتي فيه وطرحتي فكرة بناء الإنسان اللي هي الفكرة الأهم حاليا بوقتنا الحالي. تماما. هلأ السلسلة من الفعاليات حتكون طبعا هي فتح المراكز الثقافية أيضا في بعض المحافظات الأخرى، مثل هلأ إحنا عنا الوجهة حتكون لحمص إن شاء الله مستقبلا. وبحب أنا أوجه كلمة أنه نحن مو بس نحن لازم ندعم هاي الشريحة من العالم، لازم كل العالم اللي عم تشاهدنا هلأ كمان صحيح. تدعم هذا الموضوع. نحن هلأ من إقامة هذا المعرض اللي موجود هلأ حاليا بأبو رماني، أنا بدعو كل المشاهدين أنه يروحوا يشوفوا هاي الأعمال اللي اشتغلوا فيها دول السجناء ويدعموا لو بشغلة بسيطة، يعني أنه مثلا يشتروا بعض هاي المقتنيات الموجودة تشجيعا لهدول العالم الموجودين وراء القضبان اللي هن يمكن محتاجين لو انه بسمة او محتاجين كلمة رضا او دعم بسيط لحتى هن يكونوا ناس اصحاء داخل المجتمع فيما بعد. نعم، يعني لبنى خطوة كتير مميزة، يمكن السجناء هن بحاجة لها، ويعني اكيد لازم نحن ندعمهم بكل التفاصيل. خطوة جديدة، خطوة مميزة، موفقين فيها، ونحن أكيد جاهزين لدعمكم بأي شيء حابين توجهوه من خلال الإعلام. الله يخليكي، تسلمي. أنا بس هاي الدعوة اللي أنا بدعيها أنه بتمنى أنه بس أنه تقام زيارة هاي المعارض الموجودة تشجيعا لهؤلاء. هو بالمركز الثقافي بأبو رمان. مركز ثقافي أبو رمان. نعم. خلينا نقول إنه هي خطوة مهمة مثل ما قالت ليا، لكن هي للسجين للتعليم وعلى العطاء، وأيضا للمواطن حتى يتعلم أيضا المسامحة الداخلية ويكون مجتمع صحي. نعم. وتقبله تقبل الآخر اللي هو يمكن إنه أي شخص فينا معرض. سبقناهم، يعني كان عنا كتير مواقف لهي القصص. شكرا لوجودك معنا ولجهودكم. شكرا لك. وشكرا لك. كل الفريق يلي عم يشتغل على هذا المشروع. شكرا كثير لك.